خلونا نروح لموضوع تاني. في الوقت الحالي وزارة الصحة بتعمل على تدشين منصة إلكترونية لحفظ وتخزين صور أشعة وتقارير المرضى. ده المفروض انه يكون له مردود كبير ومفيد لتشخيص المريض وتقديم الخدمة السليمة وكمان البحث العلمي. منصة لأرشفة صور الأشعة، يمكن من خلالها أو ممكن من خلالها يتم تداول صور الأشعة من أنظمة الأرشفة الموجودة بالفعل في المستشفيات مع مركز البيانات الرئيسي للأشعة الموجود في الإدارة العامة للأشعة. يعني إيه بقى الكلام ده كله؟ خلونا نفهم من الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة. مساء الخير يا دكتور محمد. دكتور محمد، الو، ايوه مساء الخير يا سألوني دكتور يا فندم، محمد. سألوني يا فندم، زحمة. يعني ايه منصة إلكترونية تحفظ أشعة المرضى؟ الأول أحب يعني أسلم على حضرتك أستاذة سارة وكل اهلا بحضرتك، الكرو برنامج كل الزوايا، وبشكركم على المجهود اللي بتعملوه. شكرا هي لحضرتك. الفكرة إن إحنا منصة الأشعة اللي تم تدشينها تقريبا، هو أستاذ الدكتور خالد عبد الغفار كان مدي توجيهات إن إحنا لازم نعمل ميكنه للتوجه للميكنه في كل القطاعات في وزاره الصحه، ومن القطاعات اللي احنا يعني حاليا شغالين فيها هي قطاع الاشعه. فكره المنصه دي هي عباره عن منصه بيتم رفع كل الاشعات المستشفيات المرتبطه بالمنصه حاليا، بحيث ان كل مريض بيعمل اشعه بتتيح لينا كوزاره الصحه انه اكثر من فايده. نبتدي باول فايده انه المريض في اي مكان في اي مستشفى بيتم كتابه الاشعه ليه فورا، بيتم حفظ الاشعه ليه للمتابعه. يعني ببساطه كده، مثلا لو مريض على مستوى الجمهوريه عمل اشعه في مستشفى والاشعه دي اتكتبت واستلم الاشعه وراح للطبيب واحتاج يعمل متابعه بعد 6 شهور بعد سنه، ومجرد ما بيدخل الرقم القومي على طول بتظهر الاشعه السابقه للمقارنه بالاشعه الحاليه، فما بيحتاجش يعيد بقى حاجه قديمه او يطلع حاجه قديمه. فده هو التوجه العام لمتابعه المرضى ومتابعه ليه يا حالات دكتور المرضى. محمد ده موضوع فيه اهتمام بيه؟ يعني اشمعنى الاشعه؟ لا، هو مش الاشعه لوحدها تحديدا، هو في كل التخصصات، ولكن هو في الاشعه عشان الاشعه حضرتك عارفه المريض لما بيروح الاشعه دي عباره عن كمية صور كتيرة جدا بتتاخد، والمعلومات اللي بتتاخد من الأشعة دي هي اللي بتبني عليها العلاج بعد كده. والأهم من العلاج هو متابعة المريض، بمعنى خاصة مثلا مريض الأورام. فالمريض لما بيجي يتابع بيضطر يتحرك معاه أشعات، أو لو الأشعات مش متواجدة معاه فبقى أصبح عند المريض مرجعية لكل ما هو تم إجراءه ليه في تاريخه المرضي. وهو ده توجه عالمي موجود خلاص من يعني بقاله فتره، ان يبقى فيه ريفرنس للمريض. الحاجه الثانيه ان احنا متوجهين اكتر لجرعه الاشعه اللي بيتعرض لها المريض العادي اللي هو بيقيسها، فبيتم تسجيل كمان قياس جرعه الاشعه عشان المريض بيتحسب له قبل الدوز او الجرعه اللي بيتعرض لها، عشان بيتم التوجيه للمتابعه اللي بعدها يعمل الاشعه دي ولا ياجل 3 شهور وهكذا. فكره المنصه هي فكره حفظ بيانات وتفاصيل المريض على في مكان واحد يتم الرجوع اليها في اي وقت. دي حاجه. الحاجه الثانيه من في المبادرات الرئاسيه اللي تم تدشينها، سواء كانت مبادره رئاسيه للكشف المبكر عن سرطان الرئه، سرطان البروستاتا، المبادره اللي موجوده من زمان اللي هي سرطان الثدي. احنا ميزه المنصه دي انها بتستقبل الاشعات من ايا كان نوع الجهاز، ايا كان السوفت وير بتاع ارشفه الافلام، فهي منصه موحده لكل الماركات. هل المنصه دي مجانيه؟ المنصه دي مجانيه؟ اه، طيب هل جوه الوزاره في الاداره العامه للاشعه. طيب امتى هيبدا العمل بهذه المنصه؟ احنا حاليا احنا بيتم يعني تركيبها وتشغيلها، دي بتاخد شويه وقت. هيبتدي يتعمل بعد ما تم معالي الوزير تم تدشينها، هيبتدي يتعمل عليها زي افتتاح تدريبي، هياخد 3 شهور هنبتدي نستقبل عليها الحالات كلها. هي قوتها ان بتدي فرصه على مستوى الجمهوريه لكل المرضى المستشفيات اللي بتتوصل تم توصيلها للمنصه ان يتم متابعه المريض عليها، بحيث انه ما يبقاش المريض بيضطر يعمل اشعه مره واثنين وثلاثه. خلاص انا عندي دلوقتي مرجعيه لكل مريض، وعندي حاجه اقدر ارجع لها ابني عليها الحاله المرضيه بتاعته واقدر اتابع عليها.
انا بشكر حضرتك دكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحه للاشعه، وبرضه هنتابع مع حضراتكم هذا الموضوع، موضوع مهم جدا، ويعني زي ما حضرتك قلت يعني ليه جوانب ايجابيه كتير، فهنتابع معاكم خلال الفتره اللي جايه وصلنا فيه لفين.